مثل العادة فقرتنا الأسبوعية من هانجر ستيشن نستضيف محبي ومتذوقي الطعام من مدونين انفلونسرز وشيفز والمعروف عنهم حبهم لفن الطبخ. واليوم ضيفتنا الجميلة الشيف ود صالح. سعد لي صباحك. أهلا وسهلا حبيبتي غادة. كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة. أنا اليوم مرة مبسوطة أني معاكم في الحلقة الأخيرة. صحيح. وللمرة الثالثة. صحيح. في فقرة هانجر ستيشن. للأمانة هانجر ستيشن رافقنا يعني رافقتنا فترة طويلة واليوم الختام. ففعلا شكرا هانجر ستيشن. عرفتنا على مطاعم مرة كثيرة. صح. على أماكن متنوعة عنده كل شيء للأمانة وأنا من محبينه أصلا وأنت زيي. إحنا متفقين. أكيد. أصلا اليوم حفلتنا قايمة عليها. طب إيش اليوم حنطلب؟ هذا هو السؤال. شاورما. شاورما. بس مو أي شاورما. أديني. حنطلب صحون شاورما. الله. حنطلب من 3 مطاعم. ندخل على التطبيق. ايش اكثر شيء تحب الشاورما، الدجاج ولا اللحم؟ انا صراحه احب اللحم اكثر. والله وانا ايه؟ كمان الدجاج ما عندي مانع اني اكله بس افضل اللحم. طب حنطلب من 3 مطاعم، شاورما كلاسيك وشاويز والمهلهل. الله الله. طب الله لا تنسيني صحن شاورما. اي لازم. انا بصحن شاورما. تسلمي لي ود. واحنا اكيد حنرجع في القسم الثاني ندوق سوا ونقيم المواضيع. تمام. سوا. وانا واثقه ان كل اختياراتك حلوه باذن الله. يلا. عموما احنا وصلنا وحد العين اليوم ومشافه اكثر من مطعم. اي مثل ما قلت لك ان احنا طلبنا من 3 مطاعم، عندنا شاورما كلاسيك وشاويز والمهلهل. نبدا ناكل في. خلينا نجرب شاورما كلاسيك. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش اكثر شيء يلفتك في اي شاورما في الحياه؟ اكيد احب نكهه الشاورما تكون مثل ما هي، ما يلعبوا فيها البهارات حق الشاورما. طبعا تختلف بهارات شاورما الدجاج عن شاورما اللحم. والله بسم الله الرحمن الرحيم. حلوه صراحه، رائعة. تعرفي إيش الحلو؟ أنا دائماً أتحسس وما أحب لما أكل دجاج يجي ناشف، هذا لسه محافظ على طراوته. صحيح. والبهارات ما في نكهة طاغية على الثانية. هذا المميز. أيوة. صحيح. البهارات موزونة. أيوة ما حسيت إنه في بهار زي ما قلتي. بالضبط. طاغية على الثانية. تقدر تأكليها مع طماطم مع بصل، بس أنا بطلع من هنا وأروح لزوجي، يعني ما أتوقع إني راح أكل بصل. صحيح. خلينا نجرب شاويز. يلا نجرب شاويز. أعطيني صحنك أغرف لك. أيوة. طيب خلينا شاويز نجرب. شاويز. أجرب اللحمة والدجاج. أي أنا أعشق اللحم كشاورما أكثر من دجاج. خليني أجرب الاثنين. أنا حجرب الدجاج. أجرب اللحم الحين. يعني أنا حسيت للأمانة كمان هذا برضو فريش. مرة فريش كمان صراحة. يعني الاثنين حلوين، هذا طري شاورما كلاسيك طري، وهذا. صح. كمان حسيت انه مره فريش. فريش وكمان نفس الشيء البهارات فيه موزونه. ومره حبيت شاورما اللحم كمان. طيب. غاده حبيبي احنا في البيت ممكن نبدع نحط صوصات، تبغي صوص طحينه، تبغي تسوي لك ثوميه ومع شطه كمان. الله اكبر. يطلع احلى. خلينا نجرب المهلهل. 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 يلا بقربها. اوكي. يلا. الله يسعدك. يعني انا شايفه خدمه 5 نجوم من ود. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نجرب. واو. تعرفي ايش حسيت؟ نكهة خروف ذبيحة. صح. برافو عليكي. انا كمان حسيت نفس الشيء. حسيت نكهة خروف ذبيحة كأني حاطة مفطح قدامي. مرة عجبني، مرة لذيذ المهلهل. احنا ان شاء الله هنا الشباب كلهم اليوم حيحتفلوا بالشاورما وسعيدين بوجودك معنا اليوم. حبيبتي الله يسعدك وانا مرة كمان مبسوطة. حبيبتي الله يسعدك. شكرا لود كانت معنا اليوم ومن جد متعتنا، ويعني ننصحكم تطلبوا دائما من تطبيق هانجر ستيشن طلبيات أكل جديدة توصل أسرع شيء.